عن ايش الحلقة ان شاء الله؟ شو بتتوقع؟ بتوقع عن صفقة القرن؟ لم يعد الحديث مجدي عنها يا احمد. احمد تفضل. اذا ما كاسة شاي نسكافيه شغله يقوم هلا يعني. اها وكل عبا قوم هلا يلا روح. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. يقول أحدهم أثناء زيارتي لمدينة غوانغدونغ في الصين وتجولي في إحدى القرى هناك، لفت انتباهي الفئران المجففة والمعروضة على الطرق، فسألت المترجم الذي معي لماذا يفعلون ذلك، ما الغرض منها؟ فقال البيع. فسألته مستغربا لماذا يبيعونها، ما الغرض من بيعها؟ قال مستغربا الأكل، وكأنه ينكر عليه سؤالي، ثم أكمل قائلا نحن في الصين نأكل كل شيء ما عدا طاولة الطعام. أحلى كاس الشاي. طب تعال أذوق لسه في الأول يمكن ما تعجبنيش. شكله ميت حنا فيه يا ابن. استريح اقعد يلا نكمل. هذا الكلام ليس تهكما أو سخرية من جنوب الصين التي تشتهر بأكلها للحيوانات البرية، ولكنه تسليط ضوء للخلفية الفكرية الخاصة بهم. يعني لماذا قد يفكر أحدهم بأكل هذه الوجبات؟ لماذا قد يأكل شخص ما حيوانا بريا أو أفعى أو قارضا أو خفاشا إلى آخره؟ هل لهذه الوجبات طعم ونكهة لذيذة مثلا يا أحمد؟ والله البداية ما بعرف شو الحكاية، أنا ما جربتها حكيت لك يعني. طب أنا كيف ما فهمتش عليك المثل ده، فهم المتابعين. شو حكيت أنت؟ اللي ما داء المقلاية ما بعرف شو الحكاية؟ الإجابة بكل اختصار لا، على حسب اطلاعي ليس لها نكهة أو طعم لذيذ، لأن أغلب السياح الذين زاروا تلك الأماكن وحاولوا تجربة مثل هذه المأكولات كان انطباعهم سلبي على شكل ورائحة وطعم تلك الوجبات. وهنا يتضح لنا أمر مهم جدا، وهو أن الأمر يعود للتعود نفسه. فالصين عانت من مجاعة جعلتهم يأكلون الأخضر واليابس في خمسينيات القرن الماضي، بل أن أكل الحيوانات البرية أصبح يرتبط بالهوية لديهم. ماذا تأكل يدل على مسقط رأسك ومن أي مدينة بناء على وجبتك من الحيوانات البرية التي تتناول لها. تخيل. استمر الوضع على ما هو عليه حتى ظهر لنا مرض يسمى السارس الذي مات به أكثر من 800 شخص، وعلى الرغم من ذلك استمر الناس هناك بأكل الحيوانات البرية أثناء تفشي المرض. حتى الأمر أصبح بهم حتى أنه أكثر من تعود، يعني هم يأكلون أي حيوان قد يخيل لك الآن. هذا الأمر جعل صحيفة ديلي ميل البريطانية تتوقع بسبب هذه التصرفات أن فيروس ما سيقضي على 60 مليون شخص في العالم. ونحن في الأيام القليلة الماضية استيقظنا على خبر انتشار فيروس سموه كورونا. إن بدأ انتشاره في مدينة صينية تسمى ووهان في سوق للسمك هناك. ولأعطيك صورة أعمق عن مثل تلك الأسواق شاهد معي هذا المقطع. في هذا المقطع ربما تشعر بالإشمئزاز، وأثناء ذلك نفسك تسألك يعني من تشتهي نفسه أكل مثل هذه الأمور المقرفة بنوعها وطريقة تحضيرها والشكل الذي قتلت عليه، وأنت لست مضطرا، بل أنهم يتجولون في السوق بكل أريحية بحثا لهم عن وجبة غداء من الحيوانات البرية. هنا لا نستغرب أي نوع من الأمراض سيظهر لنا في هذا الواقع المقرف إن صح التعبير. فجاء كورونا. مدينة ووهان أحبتي في الله يقطنها 11 مليون نسمة. أكاد أجزم أن أغلبهم اعتاد على هذا النوع من الوجبات. هذه الفكرة لم أكن مقتنع بها صراحة، وكنت مقتنع بفكرة أن أشخاص أقل لا يتناولون مثل هذا النوع من الحيوانات البرية أو الحيوانات البرية بشكل عام، إلى أن تواصلت مع أحد المغتربين من الطلاب هناك وأخبرني بأفظع من ذلك. هنا قامت الصين كما تعلمون. الأمر الأول الذي تفعله أي دولة في حال التعرض لوباء ما هو احتوائه بالحجر الصحي، فقامت باحتواء هذه المدينة بالحجر الصحي بإغلاق منافذها ومداخلها. تخيل أنهم أغلقوا على 11 مليون نسمة، يعني لو افترضنا لا قدر الله أن هذا الفيروس لم يستطع العلم عثور على علاج له، سيموت 11 مليون شخص، رقم أكبر من تعداد دول ربما، وهذا أمر محزن ومؤسف جدا كإنسان. هنا بغض النظر لا أريد التنظير عليهم، ولكن هي كلمة حق تقال. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام التي بيّنت لنا ما هو الحلال والحرام في الأكل. صحيح تم إغلاق المدينة وفرضت السلطات حظر على إقليم هوبي الذي يسكنه 60 مليون شخص، محاولين جاهدين السيطرة على هذا الوباء. فيروس كورونا ماذا يعني؟ كورونا في اللاتينية تعني التاج، يعني هذا الفيروس من فئة الفيروسات التاجية. بالمناسبة فيروس سارس هو أيضا من الفيروسات التاجية الذي انتشر في عام 2002 و2003 وأصاب 8000 شخص وقتل 800 شخص، كان من الفيروسات التاجية أيضا. وفيروس كورونا هو أساسا فيروس ينتقل من الحيوان للحيوان، ولكن يعتقد العلماء أن هذا الفيروس طور نفسه بحيث أصبح ينتقل من الحيوان للإنسان والأصعب من الإنسان للإنسان،
وهذه معلومة خطيرة. طبعا فيروس كورونا أحبتي في الله ليس جديد على العلماء، كان أول ظهور له في عام 2012 ووقتها أصاب 17 حالة كما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية، ولكنه الآن عاد وبقوة وكأنه يريد أن ينتقم. ويرجح العلماء أن أهم أسباب رجوعه بهذا الشكل الجيني الجديد هو تناول الإنسان للحيوانات البرية التي لا يصح أكلها، صح التعبير. بالطبع لا يعرف العلماء الكثير عن هذه القفزة في انتقال الفيروس من الحيوان للإنسان، فهو ينتقل في الأساس من الحيوان للحيوان كما قلنا، وهذا أمر خطير على حد وصف العلماء. وهنا جاء مقال بحث نشرته جاما الدورية الطبية الشهيرة أن الإشارات الأولى للإصابة بهذا الفيروس مطمئنة نوعا ما، فبعد ظهور حالات قاسية أيضا ظهر حالات أسهل وأقل خطورة من الحالات الأولى، وهذا الأمر لم يكن يوجد في فيروس السارس الذي انتشر في عام 2002، وهذا أمر مطمئن على حد وصفهم. ففي فترة فيروسات سارس كان 11% من المصابين يموتون، يعني لو لدينا 100 مصاب يموت منهم 11، ولكن في هذا الفيروس 4% يموتون. لا أريد أن أقول 4% فقط لأن الأمر أيضا غير مسيطر عليه بالدرجة المطلوبة، 4% رقم كبير نوعا ما إحصائيا في درجات قتل الفيروس للإنسان. وعلى الرغم من ذلك أودى الفيروس إلى الآن بحياة 106 شخص حسب تقرير منظمة الصحة العالمية إلى وقت إعداد هذه الحلقة. طيب لو قدر الله شاهد شخص عليه أعراض هذا المرض ولا سأخبركم إياها بعد قليل، ماذا أفعل؟ هذا السؤال سأله أحدكم حفظه الله. في العادة الناس تسأل عن أساليب الوقاية، كيفية علاج هذا المرض، ولكن هذا الشخص تخيل أنه أمام مصاب بمرض ينتقل عبر الهواء ويسألني ماذا أفعل، يعني أهرب ولك الله، الأهم لا تهرب باتجاهي. أعراض المرض باختصار: ارتفاع في درجات الحرارة، سعال، مشاكل في التنفس، يعني أعراض ربما أصبنا بها جميعا في نزلات البرد، ولكن الأمر يختلف لو كنت في الصين. المؤسف يا شباب أن 80% من الإصابات كانت من الذكور، يعني انظر الأمور من زوايا مختلفة. لذلك يا شباب بالتحديد ما الأمور التي يجب أن نفعلها حتى نحمي أنفسنا من الإصابة بهذا المرض أو كيفية الوقاية من هذا المرض؟ الأمر يتلخص في عدة نقاط، منها غسل اليدين، لبس الكمامات لحماية الجهاز التنفسي كون أن المرض ينتقل من خلاله، عدم الذهاب لأسواق الحيوانات والمأكولات البحرية واللحوم، هذا الكلام من منظمة الصحة العالمية بالمناسبة، شرب المياه المعبأة، تناول الطعام المعالج حراريا، تجنب لمس الأنف والعينين، والأهم لا تسافر إلى الصين إلا إذا كان هناك أمر أهم من حياتك. وهنا المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض وإلتقائها CDC أعلن قبل 3 أيام عن تأهب من الدرجة الثالثة بسبب هذا المرض، يعني توصية بعدم الذهاب أو إلغاء تذكرة الذهاب إلى المناطق التي يوجد بها وباء. وهنا ربما 85% منكم لا يعرف عن الحقوق الخاصة به في هذا المجال، يعني لو كانت لك طائرة وتأخرت أو ألغيت من شركة الطيران أو حدث تأخير لك في الانتقال بين الرحلة والأخرى، هنا يحق لك المطالبة بحقوقك وربما تعويض لك من شركات الطيران، ولا تذهب إلى الصين بمعنى آخر. طبعا هذه الحقوق التي لا يعرفها الأغلب، 85% من المسافرين لا يعرفونها، جعلت 410 مليون يورو سنويا تضيع على حقوق المسافرين. تخيل، يعني لا نريد أن نخرج من الموضوع لنعود للكورونا. المشكلة دائما على موقع التواصل الاجتماعي هي حالة المبالغة الكبيرة التي تحدث بعد كل الترند. لذلك برأيي الشخصي لا أجد أن هناك داعي للقلق أو الخوف الشديد، حتى أنني قرأت تقرير أنهم وجدوا علاج لهذا الفيروس، فالأمر نوعا ما مسيطر عليه، ونسأل الله أن يكون كذلك. يعني حتى أن منظمة الصحة العالمية رفضت إعلان حالة الطوارئ العالمية. في النهاية أحبتي في الله أترككم مع خاطرة ألح قلبي بكتابتها ونشرها في هذه الحلقة، أترككم معها وأسأل الله عز وجل الصحة والعافية لنا ولكل إنسان، ودمتم في أمان الله. يسيئك في بعض الأحيان بعد يوم طويل وجلسة راحة في ليل هادئ بارد أن تتفكر في نعم الله عليك وكيف أكرمك الله عن باقي من لم يصلهم الهدى، فأنت تعلم ما هو الحلال والحرام وغيرك لا يعلم، فنحن أرقى الكائنات على هذه الأرض بعقل ميزنا الله به، تحمل كوب شاي وتتفكر في من يعيش في أقصى الأرض بعيدا عن كل ما يتعلق بالرقي الإنساني، وكيف هي حياته وكيف هي تعاملاته مع من حوله، وكيف يصبح الأمر عندما لا يكون هناك ضوابط ربانية، فالأكل تفريغ رغبة والزنا تفريغ شهوة، وكأنهم قارنوا أنفسهم بالحيوانات أجلكم الله مع عقل بين كتفيهم. هنا تجد نفسك معززا مكرما كإنسان بتلك الضوابط التي التزمت بها، فلا أشرب الخمر لأنه اعتداء على إنسانيتي، فلا أريد أن أكون بلا عقل، ولا أكل الخنزير والخفاش والأفعى فأنا أرقى من ذلك. ثم حميت نفسك من غضب الله عليك بعدم تجاوزك على ما شرع الله،
وإذا ما ابتليت وصبرت عوضك الله خيرا. فلا شماتة في المرض كما لا شماتة في الموت، فكلنا سنمرض وسنموت، فنحن يا صديقي كما تعلم ضعفاء، ولكن شماتة في مرض وموت سببته لنفسك. وإذا أبحرت في التفكير أكثر وأوشك كوب الشاي على الانتهاء، وجدت لنفسك ضابطا في كل موقف، وقد حققت إنسانيتك بكل اعتبار، وتمتم في أمان الله مجددا.